السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مرد من قناة ورد جيمر. اليوم راح نلعب فري فاير التحديث الجديد اللي هو كريسماس. في مشكلة، مشكلة كيف؟ يعني انا نزلت في اول خريطة، بعرف ليه هذا الحد الاقصى. اذا اركض يا مدير. اوه ماي جود، نواجه الموت بأيدينا. والله مشكلة. هسه راح اوريكم اس وقت العرب. هات جواله يا عبابي سيطرة. لا هات جواله، هذا اس وقت العرب الاحترافية. انظروا الى اس وقت العرب شفية سيطرة يا حبيبي. ما في جليد، مثلج المحل. لا الزول وراي. طيب اذا لازم اس وقت العرب المحترفة الى الاحترافية. هات جوالة لحظة. يا اخ هات جوالة. راح اوريك شو وقت العرب بس بعد الموت، مع قوة الموت. هات جوالة قتلت واحد بالسيارة. هذه اسمها وقت العرب الاحترافية. هسه كيف تمشي على المي؟ طبعا نسوي هيك في الزلمة. لحظة انا عندي مطالب حبيبي. جو ايه تتخبل ورا الشجرة؟ انا شايفك يا ابن الحلال، شايفك. لا طلع ابن الحلال كوي. لا ابن الحلال تضيفه، شو رايك هيك؟ طلعت انا منوب في فري فاير. انا حمار. عن جد مين اللي بيعفن اللي بيقتلني؟ في حد طخ علي قبل شوي، قبل شوي اقول لك. هات تخري، هات بيبسي.
لا حرام. حرام كلاب. لا انا ابحث عن ناس اقتلهم بشرط انهم ما يكونوش معاهم اسلحة. انا ابحث وابحث سنبدأ في هذا المنزل. كلب فيش كلاب ما فيش. لا اللي فيه هو قنابل. خذ خذ خذ. هيدخ. لا كنت شرط انه ما يكونش معاكم اسلحة. انا يلا باي. وي ابعد عني احسن لك ولا باجي وباطخك يا ابن ال... لا خلاص يلا مع السلامة بكفي خسارة.